شبكة شام الإخبارية. أبو يزن، حدثنا أولا عما تعرفه عن آخر التطورات في حلب وريفيا. بالنسبة للتطورات العسكرية في حلب، شهدت اليوم جبهة حلب القديمة اشتباكات بين الثوار وكتائب الأسد في ساحة الحطب. تمكن من خلالها الثوار من قتل 3 عناصر من جنود النظام خلال تسللهم إلى هذه الساحة. طبعا حلب القديمة أزقة ضيقة تعتمد على الأسلحة الخفيفة مثل الروسية والبيكيسي، هي تشهد منذ سنة ونصف تقريبا حرب شوارع. كذلك هناك اشتباكات في جبهة الشيخ نجار، تمكن من خلالها الثوار من استهداف عدد من آليات الأسد. هذه الجبهة التي تعد أهم جبهة الآن في حلب وريفيا هي البوابة الشرقية للثوار والمدنيين والطريق الواصل بين الريف الشمالي والمدينة. طبعا هناك لا يمكن أن يستخدم الأسلحة الخفيفة أبدا، عكس حلب القديمة تستخدم الأسلحة الثقيلة جدا جدا جدا. الطيران المروحي والميج يوميا ما لا يقل عن 15 غارة، سواء من الطيران الحربي أو المروحي، على تلك المنطقة. هو يحاول أن يتقدم من تلك الجبهة المهمة عن طريق المدينة الصناعية كي يتقدم من ناحية السجن المركزي. كذلك هناك اشتباكات حصلت في جبهة الليرامون بعد أن تمكنت غرفة عمليات أهل الشام من السيطرة على الصناعات الصناعية الجديدة. الآن قناصة الجيش الحر بدأت ترصد أطراف محيط المخابرات الجوية. يعتبر هذا التقدم للثوار وغرفة عمليات أهل الشام في هذه الجبهة هي تعتبر قد دخلت في خاصرة النظام وفتحت معه جبهة أخرى، بالإضافة إلى فتح جبهة القصر العدلي وقيادة الشرطة. اليوم التقينا مع قائد عسكري وشرح لنا عن محاصرتهم لمبنى قيادة الشرطة المجاور تماما للقصر العدلي الذي تم تحريره أول أمس والمجاور لقلعة حلب. هناك قال لنا يوجد فيه 17 عنصرا من قوات الأسد يتم التحضير لعمل عسكري، وطالب وسائل الإعلام كافة أن يسلموا أنفسهم. كما تمكنت اليوم الغرفة المشتركة لأهل الشام من قتل النقيب أحمد خلفان وهو من قوات النظام النصيري إثر اشتباكات مع المجاهدين الثوار في مطار حلب الدولي. هذا بالنسبة للأوضاع العسكرية. أما بالنسبة للأوضاع الحربية والميج والمروحي، اليوم النظام شن ما لا يقل عن 16 غارة سواء على الريف أو المدينة أو الريف، تركزت على الريف الجنوبي. هناك جرحى وضحايا نتيجة استهداف منطقة جبل عزان ورسم عسان. كذلك في منطقة بني زيت سقط برميلين متفجرين. عدد الشهداء اليوم على دوار الجندول إثر استهدافهم بصاروخ فراغي من طائرة حربية، 9 أشخاص على الأقل جراء استهدافهم من الطيران الحربي. طبعا دوار الجندول هذا الطريق الكاستلو والجندول وحندرات يشهد قصف عنيف، لأن المدنيين والثوار يستخدمونه بدل الطريق الشرقي كي يتصلون مع الريف الشمالي ويصلون المدينة بالريف الشمالي. كذلك تعرض حيل يسار للقصر، لكن كانت الأضرار مادية فقط بسبب نزوح معظم أهله. أبو يزن الحلبي، ناشط إعلامي من شبكة شام الإخبارية من حلب، شكرا.